معانا في القاهره 24. طبعا بيقول لك مبروك على صوت هنا الثانيه في كده. ويت في توسع اكيد السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت تمام، وكان السنه فاتت نقله يعني مختلفه، كنتوا حاطين تاتشات كده معينه ومبسوطين ان الامور مهتم بيها. ايه مختلف بقى السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ والله السنه اللي فاتت الموضوع كان لسه بيبدا، كنا لسه بنعرف الناس ايه هو الماركت وايه السوق، وكان في كده شويه طبعا فكره ان هو بلاتفورم جديد فبيتحط قدام الناس فالناس بتعرف عنه اكتر. بس كمان السنه اللي فاتت الموضوع كان شويه في توجه محلي اكتر، السنه دي يمكن التوجه عربي اكتر، يعني رحنا كبرنا شويه بحيث ان بقى في شراكات مع شركات توزيع وانتاج عربيه، عندنا تواجد من لبنان من السودان من فلسطين من بلاد كتيره، فده شويه بيكبر السكيل بتاع الماركت وبيقول ان الماركت ده للافلام العربيه بس مش للافلام المصريه وكمان الافلام الاجنبيه، بس قصدي كمان مش بس الافلام المصريه. الامل يمكن او الهدف ان احنا نوصل لتوجه عالمي كمان، ويبقى السنين الجايه في بلاد من الغرب اكتر، بس كمان لازم كل حاجه تحصل بستبس معينه، في استراتيجي معينه عشان الحاجات تكبر. فالتوجه السنه دي عربي اكتر، عندنا شراكات كتير عربيه، عندنا كمان ضيوف من العرب كتير بيزوروا اصلا المهرجان، فبالتالي بنحاول نعمل شراكات مصريه عربيه مع افلام كتير. اداره المهرجان بقى بتساعدك ازاي في التوسع والتواصل؟ اولا الاداره اولا يعني مصممه جدا ان قد ايه ان السوق ده مهم، لان كمان بنعرف ان السنه اللي فاتت الموضوع اسمر عن تعاونات حصلت اوريدي، فبالتالي بقى تقدري تقولي ان ده تقيسي ان في نجاح بيحصل لان في ثمار بتحصل من الماركت. فلما ده بيحصل السنه دي تاني بيقولوا ان احنا محتاجين نكمل ده، محتاجين نعزم ناس من العالم العربي يجوا يشوفوا المهرجان، محتاجين نشتغل على السوق من بدري، فبالتالي نبقى بنجذب الناس اللي بتيجي للمهرجان تشارك في الماركت من بدري. فكبرنا كمان عدد الزوار، المكان نفسه اتغير شويه جوه الفستيفال بلازا، فبقى في حته منوره اكتر ومتشافه اكتر، اول ما بتخشي الهب بتلاقيه في وشك، فده كله بيقول ان المهرجان مهتم جدا بده وعايز يكبره. مستقبلا انا شايف ان لا طبعا هيكبر اكتر كمان، وزي ما قلت لك التوجه العالمي يمكن هو اللي احنا بنحاول نوصل له، لان احنا برضو بناخد حزو يعني مهرجان زي كان اللي هو عنده ماركت من الخمسينات مثلا، مهرجان كبير جدا، فبالتالي الامل دايما ان احنا نوصل، طبعا الامل ان احنا نوصل من المحليه للعربيه للعالميه، فبالتالي هي الامور بتمشي باستراتيجي وستبس واحنا ماشيين كويس، فبالتالي مش لازم ننط برضو والناس بقى الاحداث، احنا بنمشي بشكل مدروس، وده بيقول ان احنا ماشيين باتجاه كويس لان دايما الفيدباك كويس من الناس. شكرا قوي، ان شاء الله. ميرسي، شكرا قوي.